قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثبات في القتال وعدم التنازع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إلى آخر الآيات. القتال في الإسلام أيها الإخوة ليس الهدف منه إجبار الناس على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إنما إذا وقف الكفار في وجه الإسلام ومنعوا المسلمين من حريتهم لينشروا دين الحق، فيجب عند ذلك قتالهم من أجل أن نتحرر من طغيانهم، لأن الأصل في الإنسان ولد حرا، والحرية الحقيقية بأن يتحرر من العبودية لكل مخلوق وأن يطيع الخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكل من وقف في طريق الحرية هذه يجب قتاله. إذن نحن لا نقاتل الناس حتى نكرههم على أمر، إنما نقاتل الناس لنبعد شرهم عن بني الإنسان ولنحرر البشرية من تسلطهم. فيأمرنا الله في هذه الآيات بالصبر والثبات، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالحق الذي أنزله الله، إذا لقيتم فئة، أي فئة كافرة تقاتلكم، فاثبتوا، اثبتوا في المعركة، اثبتوا في القتال ولا تفروا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نلاحظ يا إخواني أن المقاتلين في كل زمان وفي يومنا هذا ينادون الله أكبر الله أكبر. لماذا هذا ذكر الله؟ هذا يقوي القلوب. الكفار ماذا ينادون؟ موسكو أكبر. الشيعة المتشيعين الذين تخرجوا من دين الإسلام فاستحلوا دار الدماء المسلمة، هؤلاء أكبر، ماذا يقولون؟ فيأمر الله تبارك وتعالى المقاتلين بما يثبتهم ويعينهم على الثبات، ليعلموا ويكونوا على يقين أنهم يقاتلون في سبيل الله وغيرهم يقاتل في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تفلحون في سائر أعمالكم. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله فيما شرعه لكم من الجهاد. لا تحدثوا تفرق أيها المؤمنون، لا تحدثوا تفرق. أنتم تقاتلون في سبيل تحرير الناس وتحرير البشر، فاثبتوا على هذا الهدف. فإذا حررتم الناس من هذا الطغيان، من القنابل التي تنزل فوق رؤوسهم، من هذا الطاغوت الذي يقتلهم ويقتل أبنائهم ونساءهم ويعتدي على أراضيهم، عند ذلك الطريق الذي نستطيع أن نتعايش فيه وننتقل إلى مرحلة ثانية هو شرع الله. وأطيعوا الله ورسوله في جهادكم وأهدافكم ولا تنازعوا. بعض المخطئين أصلحهم الله ظنوا خلاص أن الأمر صار معه سلاح، سيقيم حكم الله الآن. أين حكم الله يا أخي؟ قبل ذلك حرر الناس، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان.
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. خلصهم بعدين تكلم على حكم الله. أما أن الطاغوت يحكمهم ويتحكم بهم ويقتلهم ويقول لهم حكم الله، قد لا يريدونك ولا يريدون حكم الله، فتكون أنت ممن أبعدتهم عن الله بدل أن تحببهم بالله. فإذا المؤمن المقاتل في سبيل الله ينبغي أن يعرف هدفه ويتفق مع المقاتلين جميعا على هذا الهدف، ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا تنازعتم تنقسموا فرقا بعد أن كنتم قوة واحدة ضد عدوكم فتفشلوا، أي لا تصلون إلى ما تريدون من الغلبة لعدوكم، وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، لا يكون لكم قوة تستطيعون أن تغلبوا بها عدوكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. حددوا هدفكم بشكل جيد، الحرية أولا، تحرير الناس من الطاغوت، ثم تعليمهم وتعريفهم من هو ربهم ومن هو إلههم والله. عند ذلك هم يطلبون حكم الله. عندما تقول لهم بعد أن يتحرروا من الطاغوت انظروا ما حصل لكم، لماذا؟ لأن هذا طاغوت كان يتحكم فيكم. أما حكم الله يستطيع أي إنسان أن يتحدث وأن يعترض وأن يبين وأن يأخذ حريته ولا عدوان عليه. أما سمعتم المرأة التي عندما أراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يحدد المهور، فقالت له امرأة أن لك ذلك يا ابن الخطاب، والله سبحانه وتعالى يقول ولو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. عاد عمر إلى المنبر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا ما ينبغي أن يعرف الناس لماذا يحكمون بأمر الله، لأنه لا يستطيع لا الحاكم ولا المحكوم أن يخرج عن أمر الله. أما إذا كان يحكم برأيه، هذا الملهم، هذا القائد، هذا البطل، أنا بطل. إذا واحد فتح تمه بيأخذ المخابرات، بينزل على القبو بيأخذ قتل حتى يموت أو حتى يشتهي الموت ويمنعون عنه الموت. إخواني، نحن بهذا الدين محررون للبشرية، ولسنا مستعبدون، لسنا متسلطون. ولو وجد معنا سلاح فسلاحنا للتحرير لا للتسلط، هذا ينبغي أن نفهمه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الخلفاء الراشدون من بعده، وهكذا كان المجاهدون من أمته إلى يوم القيامة. ليس هدفهم التسلط وفرض الأمور على الناس، لا، إنما تحريرهم من الكفر أولا، ثم تعريفهم بربهم فيطيعون ربهم، ونحن نساعدهم على ذلك ونطيع ربنا معهم. أيها الإخوة، ينبغي للمؤمن المقاتل في سبيل الله أن يعرف هدفه أولا ويتفق مع إخوانه عليه ولا يختلف، فإذا اختلفوا تحصل الفشل وذهاب القوة. والصبر، إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا، لا تكونوا مثل من؟ مثل المشركين. خرجوا من ديارهم، الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، بدهم التحكم، بدهم السلطة، بدهم الزعامة. لماذا لا يتركون الكرسي؟ لأنهم تعلموا يتسلطوا علينا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا ويعيثوا في الأرض فساد، ونحن لا نجرؤ أن نتكلم، فلا يريدون أن يتركوا ذلك. فهم عندما يقاتلون يقاتلون للبطر وللرياء، شجعان، أبطال، كذابين، مان أبطال. والله لولا الأيدي الأجنبية في الشرق أو في الغرب تمدهم مع ماديا ومعنويا لفروا أمام المؤمنين كالفئران. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا ليمنعوا الناس عن طاعة الله ويجبروا الناس ويرهبونهم على طاعتهم، كما هو الحال عندنا الآن وفي كل مكان يسيطر عليه الكفر. ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من طاعة الله ويريدون من الناس أن يطيعوهم. والله بما يعملون محيط، محيط لا يغيب عنه شيء. علم الله محيط، علم البشر أعلم ما هو أمامي ما هو خلفي، هذه الشيء ناعم ولا خشن هذا أعلمه، أما غير ذلك مما في قلوب الناس هذا ما يعلمه إلا الله. والله بما يعملون محيط، سواء كان عملهم الواقعي السلوكي أو عملهم القلبي وأهدافهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان يا إخواني يطلق على الشيطان الإنسي والشيطان الجني، وقد ذكرت هذا من قبل وأذكر به، والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر سورة
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقول الله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالأشخاص الذين يتمتعون بهذا النظام الذي يتسلط على الناس وهم يشاركونهم في هذا التسلط ويكونوا جنودا معه مطيعين يقاتلون المؤمنين ماديا ومعنويا وبلسانهم ويعطونهم الفتاوى، لماذا؟ لأنهم يقاسمونهم في هذا التسلط وينالون حظوظهم الدنيوية. اللي لولا هؤلاء الدجالون المتسلطون ما حصلوا شيء، لأنهم جهلة ولو كان شكلهم من أجمل الناس ومن أعظم الناس، لو عرفوا الحقيقة لعرفوا ربهم. ولكنهم عندما عدلوا عن الله إلى غيره، تركوا طاعة الله وأطاعوا المخلوق، هؤلاء هم الجهلة وهم يجهلون الناس ويصدون عن سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يزينون للكفار الذين يقاتلوننا، يزينون لهم أعمالهم: أنتم أبطال، أقدموا، أعملوا، اقتلوا النفير العام الكذا. يزينون لهم أعمالهم، وهؤلاء شياطين الإنس أو الجن. وبيعرف حال الواحد ماذا يقول وماذا يعمل وبماذا يفتي، هل هو من شياطين الإنس ولا هو من الصالحين الطيبين الذي يدعو الناس إلى طاعة الله والتحرر من العبودية للمخلوق. ماذا يقول لهم الشيطان؟ لا غالب لكم اليوم من الناس، ما حد يغلبكم، أنتم المتسلطون. وهذا ما نسمعه كثيرا في وسائل إعلام الطغاة: أنتم كذا وأنتم كذا، وينكرون أي شيء، ما في شيء، هم متسلطون، هم غالبون، ما في غير شوية إرهابيين. الإرهابيين من سنتين إلى الآن ما استطاعوا أن يتخلصوا منهم، بل هم أصبحوا الإرهابيين الذين يخصفون الناس المدنيين من السماء ومن الأرض ومن كل مكان. وقال: لا غالب لكم اليوم وإني جار معكم، أنا معكم. يفتيهم بما يريدون أو يقوم معهم بالسلاح، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، فئة الحق وفئة الباطل، ونحن نرى أن فئة الباطل تتقهقر، أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أبتنقص عليهم الأرض شيئا فشيء إلى أن يحصروا في مكان وينتهي المسلمون منهم، طال الوقت أو قصر ولكن سيكون هذا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه، أي رجع الشيطان ومعه شياطين الإنس، والمسلمون ومعهم الملائكة يؤيدونهم: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. رجع الشيطان مدبرا وقال: إني بريء، سوى حاله، ما له علاقة، لا يريد شيء، ما حرض أحد على المسلمين، ما قاتل مع المسلمين، يعمل نفسه، ما في أطيب منه. إني بريء، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. يخاف المسلمين؟ لا يخاف الله، لو كان يخاف الله ما فعل هذا من قبل، ولكنه لا يخاف الله. والله شديد العقاب، شديد العقاب سبحانه وتعالى من عصاه واتبع طريق غيره، لمن أطاع المخلوق وعصى الخالق. فهذا والعياذ بالله تعالى مشرك، وعقابه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا ويبعدنا عن الباطل ويثبتنا عن الحق، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.